السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا، متابعيني وحبايبي طلبوها مني على قناتي التانية، وان شاء الله يا رب تنول اعجابكم وتجيب نتيجة معاكم فعالة بإذن الله. الوصفة دي مجربة وجميلة جدا يا بنات وغير مكلفة خالص. وصفة النهاردة عبارة عن معلقة من الزنجبيل ومعلقة من القرفة زي ما احنا شايفين كده. الوصفة دي يا بنات ممتازة جدا، بتعمل على تخسيس البطن وتخسيس الأرداف وإزالة الكرش، وبتحصلي على بطن مسطحة بإذن الله لو مشيتي على الوصفة دي زي ما هنقول النهاردة بالظبط كده. قبل ما نقول وصفتنا، اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل اشعاراتنا وفيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. ويلا بينا نقول الوصفة نعملها ازاي مع بعض. طبعا زي ما قلنا كده، معلقة زنجبيل ومعلقة قرفة، هنقلبهم كده ونخلطهم مع بعض بالشكل ده اهو، وهنحط عليهم معلقة واحدة من عسل النحل. ادي عسل النحل اهو يا بنات، هناخد معلقة واحدة فقط. الشكل ده، وهنقلبها كويس جدا. طبعا احنا عارفين يا بنات الزنجبيل بيساعد على حرق الدهون، كويس وجميل جدا جدا لحرق الدهون. وبرضو عايزة اقول لكم ان القرفة جميلة جدا للجسم، بتساعد على تجديد الدورة الدموية في الجسم، و بتجيب نتائج جميلة جدا جدا في التخسيس ان شاء الله. هنقلبهم كويس جدا عشان تحصلي على قوام متجانس، ونخلطهم كويس جدا مع بعض اهو يا بنات. بعد ما قلبناها بقت بالشكل ده، انا وقفت الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو وقت طويل. اهي المعلقة اهيت اللي احنا هنقول بقى دلوقتي طريقة استعمالها ازاي. هتاخدي المعلقة دي على غير الريق قبل ما تاكلي اي حاجة، يعني اول ما تصحي من النوم هتاخديها. طب احنا في رمضان هنعمل ايه؟ هتاخديها قبل الفطار، يعني الاذان يأذن هتاخديها قبل ما تاكلي اي حاجة على غير الريق كده، من قبل ما تاكلي اي حاجة. واصلي على الموضوع ده يا بنات يعني بالكتير اسبوع اتنين، وهتشوفي تحسن كبير جدا في تخسيس الوزن والبطن والكرش وتنزيل الارداف. هتشوفوا يا بنات، ما كانش تجيب نتيجة معاكم هتجيب نتيجة جميلة جدا جدا ان شاء الله. البنات والشباب اللي عايز يستخدمها تنفع، طبعا للشباب والبنات طبعا التخسيس ينفع للاتنين. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة جميلة جدا وسهلة، واتمنى ان شاء الله انها تنول اعجابكم. واذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. واستنوا الوصفة الجاية ان شاء الله مع جيجي للوصفات الطبيعية.